التسبيح خدنا بعيد وياك. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغلب، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة نهار اسود يا وليه، بقالك جمعه قاعده ما بتعمليش حاجه غير انك بتقري في رسائل الغرام. تعالي تعالي بس، تعالي اقعدي تعالي اقعدي. فاكره الجواب ده؟ ارجوك ما تفهمنيش غلط، مش معنى ان انا قبلت استلم جواباتك وارد عليها اني اوافق على طلب زي اللي طلبته ده. انا مستحيل اوافق اكذب عليهم واخرج قبلك في السر ونخرج لوحدنا. يا ريتك كنت وافقتي. ده الجواب اللي كان هيقع في ايد ماما الله يرحمها لما دخلت عليكي وانت بتديه لعبد السلام وهو بيذاكر مع سامي. فاكره اليوم ده؟ الا فاكره، ده انا يوميها كبيت على رجل الوادي الشاي سخن مولع عشان الهي امك واخوكي، شديت الحزام البنطلون وقلعته البنطلون، وبقى واقف قدامي انا وامك عرق ومرق وهو باللباس. ده هو. طب رفضي يا لك لعبتي العزيز. ايوه قلت افوت اسبوع بحاله قبل ما اتكلم عشان لو اتضايقتي من حركه الجوابات دي تبقي هديتي. لا ما اتضايقتش، بالعكس. طب لما هو بالعكس ما كلمتنيش ليه وريحتي قلبي؟ اتكسفت. وبعدين ايه اللي فكرك وخلاك تبعتهم دلوقتي بالذات؟ لو قريتي التاريخ اللي انت ماضيه بيه اول جواب هتلاقي نفسي وما جبت لك الجوابات، بس من 40 سنة. يبقى اسمه ايه اللي يوبيل ابو 40 سنة ده؟ معرفش. في حاجة تانية عايزك تعرفيها. حاجة ايه؟ انا جبت لك الجوابات دول عشان انا حافظهم جواب جواب وحرف حرف وكلمة كلمة، قلت تحفظيهم انت لو عايزة. شكلك رجعتي تلميذة يا إقبال. محمد السواق بتاعي واقف على الباب عندك، بعتلك معاه حاجة
بسيمة سواقة عبد السلام تحت، في حاجة معايا هاتيها. انت هترجعي تشغلين الشغلانة دي تاني بعد العمر ده كله؟ يلا يا بسيمة بسرعة. ما يصحش كده، أنا حاجة بيت الله. طب يلا بس. بعتلي ايه؟ إجابة السؤال اللي انت ما كنتيش لاقياها من حوالي 40 سنة. استناكي في النادي جنبك على الساعة 8. لو جيتي هفرح قوي، لو ما جيتيش مش هزعل. عارفة ده أخو مين؟ أخو آدم أبو المجد، ستاند أب كوميديان اسمه أحمد. لما كنا لسه ساكنين في الزمالك كنت بشوفه كل يوم في النادي. كان ينقي أقرب ترابيزة مني يقعد عليها ويطلع مثلا رواية يقراها أو يقعد يذاكر أي حاجة. يفضل قاعد طول القعدة ما ينزلش عينه من عليا. فضل يعمل كده لحد آخر يوم دخلت في نادي الجزيرة قبل ما نعزل ونيجي هنا. لا عمره جرأ وكلمني ولا عمره نزل عينه من عليا. هو شكله هيفضل كده لحد ما يموت. البنت ده لما كان يبقى واخد حبوب الشجاعة قوي يعني يلاقيني مثلا قاعدة مع حد كومن يروح قايل هاي. حالك كنت مسميها مجنون شهير. أحمد يا بنت المجنونة ازيك؟ اهلا. فاكرني؟ انا شهيره سليم. اهلا. ازيك يا شهيره؟ الحمد لله. لونج تايم. ثلاث سنين تقريبا. انت صح ثلاث سنين تقريبا؟ تقريبا. بس انا بشوفك هنا كتير. انا لسه معزين هنا قريب. ايه ده؟ احنا بقينا جيران يعني. هو انت ساكنه هنا؟ لا مش في الكومباوند يعني، بس ساكنه قريب ومشتركه هنا. اوكي. اتبسطت اني شفتك. وانا جدا. طيب اشوفك قريب بقى. اكيد ان شاء الله. اشوفك قريب ان شاء الله. باي باي. باي باي. احنا هنروح السينما وغالبا بعد كده هنروح النادي بالليل. اوكي كلها ولا بيكلمني ولا بيرد عليا. انت مش قلتي سافر بلده؟ ايوه ما هو رجع. ما انا عرفت من اسماعيل امبارح. وبعدين ما يرد عليا من وهو هناك، يعني هو عارف ان الحركه دي بتحرق دمي. هو اصلا في ايه ما بيحرقش دمك؟ انا زهقت اقول لك تسيبيه. ما انا حاولت قبل كده وما عرفتش. ما على يدك يعني. ما عنديش مشكله، بس قولي لي ميزه واحده مخليكي تفضلي معايا. بحبه وبيحبني، ومن يوم ما عرفني ما حبش غيري. معقد ومكلكع وفي امراض الدنيا انا عارفاه، بس بيحبني. المهم سيبك مني. انت ايه الاخبار؟ ولا حاجه، مش حاجه جديده، كله تمام. مش عارفه متغيره كده بقالك شويه يعني. خالص هاديه كده، ما تخرجيش مع اصحابك زي زمان. لا عادي، ممكن بس عشان امتحانات او حب جديد. شادي؟ لا طبعا. لا لا لا. هاي ازيكم؟ هاي. تصدقوا انا كنت لسه بسأل نفسي انتوا عزلتوا وجيتوا البيت الجديد ولا لسه؟ واحنا كمان برضو كنا لسه جايبين في سيرتك دلوقتي. كنتوا بتقولوا ايه بقى؟ بنقول ان انت تلم ومستفز وبتطب على الناس بدون استئذان. بس مش اي ناس، الناس اللي بحبهم ومهتم بيهم بس. قوم يا ايه، يلا نقوم نشوف اللي ورانا. ده راجل سري مدلل فاضي مالهوش ولا شغل ولا مشغله. تقوموا فين بس؟ انا عندي ميتنج كمان 10 دقايق في البنك هنا. وبعدين انا صدقت قصدي يعني جاي اشرب معاكم كوفي يعني. لا انا عندي شغل وايه لازم ترجع المعهد. وكده او كده كنا هندفع تشيك دلوقتي. تشيك ايه؟ اصلا ما ينفعش تدفع تشيك وانا موجود. وبعدين انتوا لسه طلبتوا حاجه؟ يا انجي طالبه المنيو كله بس. معلش انا ما بكتئب، باكل كتير. انت مكتئبه ليه؟ عشان شفتك. امك اتجوزك يا حياه امك. انت بتحلم.
وطبعا امه كلمت امك، وامك كانت قايله لها ان احنا بنفطر هنا، وهي كلمته وقالت له قال ايه؟ صدفه ان احنا قابلناه. او ممكن كان يبقى طالع البنك فعلا. انت بجد مصدقه الكلام ده؟ يا بنتي الواد ده ما عندوش ولا شغله ولا مشغله غير ان هو يفضل يتقص عليا كده من اي حد. ايوه انجي بيحبك. ايه ده؟ انت بجد مصدقه ازاي؟ يا بنتي دي حتى تبقى قصه هابطه جدا يعني. واحد غني وحليوه وحب بنت صاحبه امه وعيشوا بقى مع بعض في تبات ونبات. فين المشاكل؟ فين الصراعات؟ فين الاستحاله؟ شفتي بقى انا ما ينفعش ابقى مع شادي. الو، امتى بقى هتبطل التنفيذ المستفز بتاعك ده؟ انت عارف ان الحركه دي بتعصبني. والله يا استاذ احمد انت لو دقت سندوتش المسقعه بتاع ام عصام لا تاكله وتدعيلي. الف انا وشفها من صلح. يا عم خد هو انت مش عايز يبقى في عيش وملح بيننا ولا ايه؟ لا والله ابدا، بس يعني انا الدكتور مانع عليا ان انا وقفت فطار تقيل يعني، وده اكل مسبك تقيل قوي على معدتي. ايه الهرجله دي؟ احنا وقت الراحه يا هاني. وقت الراحه تاكلوا وتشربوا في الفرجوله اللي انا صرفت عليها فلوس كتير قوي. احنا كنا لسه خارجين حالا يا هاني. اتفضلي سندوتش مسقعه مع انه مش قد المقام يعني. استاذ احمد لو مش هتاكل سندوتش مسقعه ابقى روح لسامي بيه هو عاوزك. حاضر. كلب بقى انا. كلامي ملوش اي قيمه. العفو يا خالي. انا كلمت معاه اكتر من مره والله، بس حضرتك عارف اسلوبه يعني. بصراحه العربيه من راسه. انا مش من حقي اسحبها منه. ولا من حقي اصلا انها من حاجه هو عايز يعملها. ده عيب البيت اللي ملوش راجل. البركه فيك يا خالي. يا ريته كان عايز زيك. ويا ريتك انت اللي كنت عجبت البنت. بنت ايه؟ مش فاهم يا خالي. بسرعه قبل ما بيلا ترجع. هقول لك انا مخطط ايه لاخوك بس ما تقولوش. حاضر. توفي يا سيدي معجبه بيه ما عندهاش معنى تتجوزه. توفي بنت حضرتك؟ مش فاهم عجبها في ايه، لكن مستحيل طبعا ان بنتي لابوها هيبقى وزير تتجوز سوا تاكسي. تعالى بصيتي. انت هتتنقل لبكره قسم الحسابات. بجد؟ امال هتفضل في المخازن طول عمرك؟ بس على الله ما ياكلش سندوتشات مسقعه مع العمال. ابي العزيز، أتمنى أن يصلك خطابي الأول من لندن ليجدك أنت وأمي الحبيبة وشقيقاتي العزيزات في أحسن صحة وحال. أما بعد، أود أن أشكرك يا أبي على قرارك بأن ألتحق بهذه الجامعة العريقة، ولكني أرغب في أن أفصح لك سبب عدم ابتهاجي بهذا القرار، والذي ربما لم تواتني الجرأة في أن أفصح به لك وجها لوجه نظرا لاحترامي لك وهيبتي. فأنا يا أبي كنت أرغب في أن أفاتحك في أمر شديد الأهمية، وهو ما تعرفه أمي وشقيقتي آمال منذ مدة طويلة. كنت أرغب يا أبي في أن أتقدم لخطبة الآنسة إقبال ابنة عمي حمدي القاضي، فأنا أكن لها حبا واحتراما جعلاني أقرر اختيارها زوجة مستقبلية لي. لقد علمت من شقيقتي آمال في خطابها الأخير الذي أرسلته لي بأن هناك من تقدم لخطبة إقبال، وبأن والدها يريد لها أن تقبل بتلك الخطبة، ولأني أعلم أن إقبال أيضاً تبادلني نفس مشاعر الحب العفيفة، فأنا أتقدم بكل الرجاء والتوسل لحضرتك بأن تقابل عمي حمدي القاضي وتطلب لي يد إقبال لكي لا يحظى بها سواي، ولتعلم أن زواجي من إقبال هو أكبر أمنيات حياتي. أرجوك يا أبي لا تحرمني من تحقيق تلك الأمنية، واخطب لي إقبال ابنك المحب عبد السلام. رشا بيبي، رشا رشا خرد على الصبح في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ اصحي كده فوقي انا هنزل. ها بتنزل وانا مالي؟ انت مالك؟ شايفني واخده سليبنج بيل عشان مش عارفه انام، صحيني ليه؟ حبيبتي انت مش عندك ميعاد الساعه 4 في الجاليري ولا ايه؟ انت مال اهلك؟ عندي ميعاد ولا ما عنديش ميعاد؟ مال اهلي؟ طيب خلاص كملي نوم، انا اسف. انت برضه محتاجه ترتاحي شويه. بعد ايه؟ طب اقول لك ايه، انت عندك ايه النهارده؟ ليه؟ اشوفك بالليل؟ لا خلاص
خلاص؟ يعني ايه خلاص ايه؟ يعني خلاص يا كوكو، مش طالبة نشوف بعض تاني. مش طالبة نشوف بعض تاني؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ بس انت بتسيبيني كده يعني ولا ايه؟ ليه؟ وانا كنت مسكتك عشان اسيبك؟ نعم؟ ما اللي كان بيحصل بينا ده كان اسمه ايه ان شاء الله؟ محسن على اسم خاله. ايه بتكنسل ليه؟ معلش استاذ نجيب كان راكن بعيد شويه بس اثبتي وحاولي تتعاملي بشكل طبيعي يا زيزي معاه فوق. ما تخليش انا من انا قلت لك. ممكن يلا؟ يا اهلا بيك في نادي اصحاب القلوب العليله يا فنان الشعب. نعيمك بقى، انا قلبي زي الحصان يا ماستر. الدكتور اللي ركب لي الدعامه قال لي انه راجع زيرو يعني بكرتونته. ازيك يا زيزي؟ ازيك يا نجي؟ ازيك يا زيزي؟ ازيك يا حبيبتي؟ بس انتي المفروض تقولي طنط على فكره. اه بس انتي صاحبه بيلا، ده لو حد فينا قال لها طنط تديله بالقلم. زيزي ممكن ميه من فضلك؟ حاضر يا حبيبي. اقول لكم ايه؟ اوعوا تخضوه على نفسه، هو مخطوط كفايه، الحكايه كلها جلطه صغيره واتلحقت بسرعه. ها؟ اتفضلوا. اتفضلوا. سلامتك يا استاذ. الله يسلمك يا ايه؟ الف سلام عليك يا استاذ. الله يسلمك. ليه بس التعب ده؟ على فكره انا اللي جايب الورد، هو مجرد شاي ولحد هنا بس. اه انت كده ما تجيبش من ورا غير التكاليف. المهم مش عارف ليه انا كنت قلقان، كل ما اجي اكلمك الاقي تليفونك مقفول. قلبي كان حاسس ان في حاجه مش مظبوط. قلب الام. ما تخلينيش اهينك قدام تلامذتك، انت راجل صاحب عيا. بعد الشر. ايه اللي حصل بقى؟ ابدا، وانا مسافر الفيوم بلبس وكده حسيت بحرقان في صدري ووجع في نص الشمال، قلت هكبر يعني وهاخد اي مسكن واسافر برضه. قول لزيزي بقى، كالعاده حست ان في حاجه، كلمت الدكتور ويليام جارنا راجل فورا كان عندنا، كشف عليا بعديها بنص ساعه كنت في المستشفى وبركبولي القسطره. اتفضلوا يا ولاد. شكرا. ميرسي. انت بقى قدامي على الكافيتيريا، عازمك على قهوه عشان على بال ما بتطلع هنا بيكون بردت. قهوه ولا عشان تشربوا سجاير؟ مالكش دعوه انت اطلع منها. تخيلي انكلك المجنون كان عايز يشرب سيجاره في الانتنسيف كير. مجنون. معقول؟ يلا يلا يا نجيب، هخليهم يطلعوا لك الغدا. ها؟ ما بس احنا انا مش جعان، انا قلنا مش جعان. والله العظيم انا مخلفه عيلين، عيل كبر وبقى راجل معتمد على نفسه وقاعد في امريكا، والعيل التاني اهو زي ما انتوا شايفين مش عايز يتفتم ابدا. يلا يا نجيب. عندي سنوك. اتفضلي. على فكره ما تقلقش حضرتك، انا عمي ركب ثلاث دعامات وزي الفل دلوقتي، ما حصلوش اي حاجه. أنا مش قلقان خالص خالص. طيب أنا بروح أقول لهم يشوفوا الباص بس عشان تتخيل الأرض. أنا كنت هتجنن وأنا بكلمك وتليفونك مقفول، فاضل لي تكة وكلم زيزي. ان شاء الله لقلبك. لما انت خربانه قوي كده ما كلمتنيش لاجي اقف جنبك. ما كان
كانش فيا اي حيله اكلم اي حد اقول له اي حاجه. ده انا من كتر قلقي عليه صعبت عليهم في الرعايه، فضلوا مقعديني بره مواعيد الزياره بس عشان ابص عليه. ولا مستاهله كل القلق ده. انا قدامك اهو، انا عامل اوبن هارت وقلبي كان متروق يعني، بقيت زي الفل والحمد لله. مش عارف انها لسه بحبه قوي كده يا نجي. يا سلام، وانت عمرك حبيتي حد غيره؟ ده انت واحده مكانك بتاريخ هشام المهبب ده كان زمانها قالت حقي برقبتي من زمان. كويس انك جبتها له، كانت وحشين. هو اللي قالك انها كانت وحشاه؟ لا طبعا، بس انا بقيت بسمع اللي ما بيقولوش اوضح بكتير من اللي بيقولوا. روح، طب روح على وشي. انا جيبيني القطر يا حبيبه. يعني ايه المشكله؟ ده انا باجيها من صغري بحبها قوي. استنى لما ادوقك مربى الفراوله اللي انا عاملاها. ايه ده؟ عجبك قوي؟ خلي بالك انا شاطره قوي، اعرف اعمل عزومه لوكي 30 40 نفر، حلو وحادق وكل حاجه. لا تعوريني فيني كده. تعال اقعد. انت طاهر صح؟ نعم. بس ده الصلاة لازم تبقى طاهر عشان تقعد عليه. طاهر؟ اه. شكلك ما بتركعهاش. ليه فاكرني سافر؟ لا والله بني ادم عادي زيكم. اما نشوف. نشوف ان شاء الله. ثانية واحدة يا احمد. الو ابو حميد. خالك مش ناوي تجيبها لبره يا ادم غير لما تسيب موضوع السواقه ده وتنتمي لكليتك. انا مش فاهم هو بيكلمك ليه انت اصلا؟ عشان اخوك الكبير. ما علينا، انا مش فايق لك دلوقتي. حاول تروح بدري النهارده شويه عشان نقعد نتكلم كلمتين. بجد والله ارجع لك بدري مخصوص علشان نتكلم في موضوع انا مش عايز اتكلم فيه اصلا. كل ايش يا ابو حميد؟ تمام؟ كل ايش. انت حيوان قوي صحيح. لقيت رقم ما اعرفوش مكلمني ثلاث مرات. ما ردتش، بعت لي رساله قال لي انا المخرج خالد جلال برجاء الاتصال. كلمته اول ما رديت عليه قال لي انه شافني في كذا عرض ايام الجامعه وانه من ساعتها مش ناسيني واداني ميعاد بكره عشان يعمل لي اختبار ويضمني لورشته. فعلا؟ ودي ورشه المنحه بتاعت وزاره الصحه، يعني مش هدفع ولا مليم. طبعا انت ما كنتش بترد عليه علشان كنت فاكر ان انا اللي بكلمك بس من نمره غريب. أنا ما كنتش برد على أي حد. أنا مش أي حد يا محمود. طبعاً أنت مش أي حد. بس أنا كنت غضبان ومكتئب. ورامي نفسي في حضن أمي ومش عارف أعمل أي حاجة. ما كنتش طايق نفسي. طب وأنا؟ للدرجة دي أنا مش مهمة؟ أنت طبعاً مهمة. بس أنا لما بغضب ببقى عامل مبقاش عارف أتصرف. ببقى عايزه اصالحك ومش عايزك تبقي متضايقه بس بحس اني متكتف. انا غبي، ما بجيش غير على الناس اللي بحبهم وبيحبوني عشان عارف ان هم اكتر ناس هيستحملوني. طب ما انا بحبك بس انا عمري ما جيت عليك قبل كده عشان مش مديكي فرصه. ممكن بلاش تعمل كده تاني؟ ممكن ما تزعليش مني؟ قلت لك انا ما بعرفش اتنيل ازعل منك. انت ما صدقت ان انا شايفاك مبسوط دلوقتي عايز اصلي ركعتين شكر. لو كنت توحشتيني جراد في كام يوم اللي فاتوا دول فانا توحشتك 24 جراد. فين كوكي ولا كوكو ده؟ كوكو زهقت منه، دمه بقى تقيل بشكل. ده بقى له كام؟ اسبوعين مثلا؟ اسبوعين ايه؟ هم 10 ايام. يا لهوي 10 ايام بحاله؟ كان بيتعامل على اساس ان احنا في علاقه وبتاع، على اساس اني هيز جيرل فريند. معذور برضه. انت مش بتشوفي نفسك في المرايه ولا ايه؟ انا مش فاهمه ليه الناس مش بتسمي الحاجات باساميها. انا بعمل كده. ايوه عشان انت مش هتزيك. ما انت عيل صغير قد امي. وايه يعني؟ ما انت عيل صغير وانا قد امي. لا لا انا مش هتزيك. انا اكتر واحد فاهمك يا رشا. جسمي يوجعني.
شكل عندي هانج اوفر ابن لذينه. طب ايه هتروحي عيد ميلاد عيشه دي بالليل؟ النهارده ديتوكس، هستنى لحد ما فيكتور يخلص شغله واروح البيت اكل كتير فشخ واقعد قدام التي في. وتيجي اي فين؟ انا لابس كوفيه من اخر مره، البيت كله فاكرني عندي اللوز. ابني بقول لك سهره بريئه مش قادره اتنفس. بريئه ايه يا رشا؟ يعني نكذب على بعض وفي براءه معاكي؟ وبعدين انا مش ضامن نفسي. هقول لك حاجه بس ما تتحمسيش، شكلي كده داخل على موضوع جديد. موضوع ايه؟ احكي بسرعه. بص هو انا مش فاهمه بس اسمها حبيبه عابدين. عابدين؟ نايس. تشيرز. تشيرز. انا اسف بس نسيت حاجه في العربيه وقلت انزل اجيبها. هو ميعاد مدام وردان مش كمان 5 دقايق؟ اه انا بس اديت لك الميعاد بدري ربع ساعه، بس انت مواعيدك مظبوطه قوي ومدام وردان مواعيدها مظبوطه برضو. ولما انا مواعيدي مظبوطه بتديني الميعاد بدري ربع ساعه ليه؟ هقول لك. اتفضلي بس، تعالي اتفضلي. خير يا دكتور سعد؟ ايه أنا بمناسبة الماجستير كنت حابب أقدم لك الهدية البسيطة دي. هدية يا دكتور سعد؟ عيب كده، من إمتى وفي بينا وبين بعض هدايا؟ أنا آسف والله العظيم، أنا مش قصدي إن أنا أضايقك ولا حاجة. حصل خير. مع إني متأكد إنك لو شفتيها تعجبك قوي. وإيه ده إيه بقى؟ بتوريني النبل أزرق؟ هو ده أزرق؟ انا والله ايه اللي هيعمله فاروزي. اصلي عارف ان انتي بتحبي اللون الفاروزي قوي. وعرفت منين؟ لا ما انا العصفوره قالت لي. عصفوره يا دكتور سعد؟ مالك انت شارب حاجه؟ انا قصدي الست بسيمه المربيه بتاعتك. اصل يوم المناقشه بتاعتك قعدنا مع بعض واتكلمنا وقالت لي انتي بتحبي ايه وما بتحبيش ايه. دي بتحبك قوي يا دكتوره فنان، ولا تحبي اقول لك يا دكتوره فيفي زي ما بينادولك في البيت؟ انت مين سمح لك تعملي حوار مع الدكتور سعد وتكلمي عن خصوصياتي وحياتي؟ خصوصياتك ده ايه؟ شايفاني رحت وقلت له عن الحسنه اللي تحت صدرك الشمال؟ انا كل اللي قلته له انك مهبوشه وما تتعشريش. ومين سمح لك تتكلمي مع الراجل من اساسه؟ وانا هستنى منك تاذني لي اكلم مين واخصم مين يا مشخنتي؟ أنا حر أعمل ما بدالي وقت ما بدالي. ده بعيد عني وعن زمايلي. حق عليا اللي رحت أتشكر له لما لقيته فرحان لك فرحة لهبل وواقف كده لوحده لا أنيس ولا ونيس. 100 مرة قلت لكم كلكم في البيت ده، أنا بالذات خط أحمر. لو أنت الصادقة مش الخط هو الأحمر. في إيه؟ بتتخانقوا ليه؟ وده إيه ده كمان؟ في إيه؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ أنت خارجة كده؟ اه هتخرج كده. ايه لابسه ايه؟ مايو يعني؟ ده تيور اشتريته من المانيا اول ما باباك يعي وسافرت معاه، يعني بقاله 2 سنين، قلت البسه قبل العته ما تاكله. حلو عليكي ومحلكي يا غالي. يعني انت خلاص كده؟ لو انت فيفي انا داخل على سنه ما لبستش غير اسود. لا ازاي، سنه مش كفايه، المفروض بقى تروحي تفتحي تربه ابراهيم وتدفني نفسك جنبه بالحياه. انت ايه اللي بيدخلك بيني وبين امي؟ ما قلت لك انا اتدخل واتخرج زي ما انا عايزه. روحي انت يا غاليه مشوارك، انبسطي كده وهيصي وسيبينا احنا في الهم اللي احنا فيه ده. انا مش هتاخر، باي باي. ولا تتاخري، انت براحتك خالص. الجواب ده وصل لابويا وكتب كتابك على المرحوم ابراهيم. ما قدرش يطلب لايدك من ابوكي ولا يعرف حد بيه. يمكن كانت دي اسوأ فتره مرت في حياتي،
فضلت بعدها اسافر ما بين لندن وسوريا عند امي عشان افضل سايبك فاهمه اني هربت واخترت اكمل دراستي واتخلى عنك. واللي خلاني ابقى بره مصر طول السنين دي كنتش قادر اتخيل اني ممكن ارجع اعيش في مدينه واحده ودي فيها متجوزه واحد غيري. ايه اللي خلاك تحكي لي دلوقتي بالذات؟ عشان انت بقيت حره. والفتره اللي مرت على وفاه ابراهيم الله يرحمه اسمح لي احكي لك اللي مخبيه. انت عارفه يعني ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ ما تقدرش تخليني ابطل احبك. هاي. ايه ده؟ انت بتراقبني على فكره. لا والله مش قصدي، انا اصلا ما اعرفش بتيجي هنا في المواعيد دي. بهزر معاك. اه انا كمان بهزر. لا انا باجي بس الصبح في الويكندز، بس بقيه الاسبوع لما باجي يعني باجي بعد البنك. بنك؟ انت شغاله في بنك؟ اه. ما تيجي افتح لك حساب عندنا. على فكره قريب جدا من الكومباوند صدقني، ووكينج ديستنس. هو انا ليه كل اصحابي اللي شغالين في البنك بيعملوا معايا كده؟ يعني كلهم يحاولوا يشوفوني يحاولوا بالعافيه كمان افتح عندهم حساب في البنك ليه؟ ايوه كلنا بنعمل حركه، بنسرق الزباين من بعض كده زي اللي شغالين في الكباريهات. لا مش قصدي. يعني انت بتيجي تفتحي للزباين مش بتلعبي رياضه. انت مالك انت؟ انت مالك؟ وبعدين انت ازاي بتكلمني كده؟ الله يخليك، حتى مش مدرك بصراحه احنا مخطوبين ولا نعرف بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك ده بكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته ما فيه بكرة تمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغلب وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك